قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر وقبرص. وأكد الرئيس القبرصي أن مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة. إن قبرص ليست قريبة أو الأقرب في الاتحاد الأوروبي مع مصر، إنما تتقاسم مع مصر صداقة تاريخية، وفي السنوات الأخيرة أصبحت شراكة حقيقية واستراتيجية تقوم على أسس قوية تتعلق بالصداقة الحقيقية، وإدراكا للدور المحوري لمصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. إن قبرص دعت دوما لإتاحة الفرصة للشراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.